بحضراتكم نشرة الأخبار. أدى الوزراء الجدد ونائبا وزيري الإسكان والصحة اليمين الدستورية أمام رئيس السيسي. تضمنت التعديلات الوزارية الجديدة تعيين اللواء أبو بكر الجندي وزيرا للتنمية المحلية. والدكتورة إيناس عبد الدايم للثقافة. ورانيا المشاط للسياحة. وخالد بدوي لقطاع الأعمال. إضافة لاختيار عاصم الجزار نائبا لوزير الإسكان وطارق توفيق نائبا لوزير الصحة.